Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه. معكم الشريف أمغاري عبد الله القادري أحد حفادة مولاي عبد الله أمغار. خلال هذا المنبر ندين نحن الشرفاء الأنواري ونستنكر الضرر والحيف الذي طالنا نتيجة هذا الإقصاء الممنهج والمفتعل، واللي تم بموجب إقصائنا من المشاركة تظاهرت موسم مولي عبدنا جدنا مولي عبد الله أمغار، وتم الاستحواذ على الهبة الملكية وحرماننا منها مدة 3 سنوات. تم تكوين لجنة أقولها صورية ولا قانونية، وحرموا من الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل من نصيبهم من الهبة الملكية، أقول نصيبهم من مال سيدنا نصر الله. ثانيا تم هذه العبارة تم الضحك حتى عن الحجم الملكي في مشروع إعادة تهيئة هيكلة طريق مولاي عبد الله أمغار اللي تم رصدوله أكثر من 5 مليار، فإذا المبلغ تحول إلى وجهات مجهولة. ندين ما يقع للشرفاء الأمغاريين خلال افتتاح الرسمي موسم معبد، حيث يتم طردهم من دار جديهم. جاء فتح حتى المشاركه بداك الحقد اللي فيهم، ولاو كيجريو عليهم كاع، ولاو مجرد كراكيز كيجيو كيعتوا المجهد كيتعرضوا لجميع اشكال الاهانه والظلم والاحتقار وكانهم شيء مزدهر. لهذا ومن خلال هذا المنبر استنجد بامير المؤمنين بصفته راعي الشرفاء الامغاريين، وأطالب من خلال المنبر بتحكيم ملكي وكشف الحقائق ومتابعة كل من ساهم في هذا الإدلال وهذا الاحتقار للأشراف الأمغاريين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.